بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء مع موعد مباراة النادي الأهلي وفريق الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة. ينتظر عشاق النادي الأهلي في كل مكان مباراته الأولى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة سان داونز الجنوب أفريقي، وسيواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي الذي عاد من بعيد وحقق رومنتادا تاريخية على حساب شباب بلوزداد الجزائري، وتأهل هو الآخر لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وستقام مباراة الذهاب بمشيئة الله على ملعب رادس في تونس. أما عن تشكيل الأهلي المتوقع إن شاء الله، في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع بدر بنون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، خط الوسط يانج وعمرو السلية، خط الهجومي طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، ومهاجم صريح محمد شريف. أما عن موعد المباراة، المباراة بمشيئة الله هتقام يوم السبت 19/6/2021 على استاد رادس. المباراة مشيئة الله هتنطلق في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر، الساعة 5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، مباريات دوري أبطال أفريقيا مذاعة حصريا على قنوات بي إن سبورتس تحديدا HD4. بالنسبة للناس اللي توقعت صح في المباراة اللي فاتت، كل من رضوان سيد محمد وميدو صقر وعبقرينو تي في وأخيرا حسن مجد عويس، أنت كمان إن شاء الله اسمك ممكن يظهر الفيديو اللي جاي. كل اللي عليك سيب توقع نتيجة مباراة الاهلي والترجي في تعليقات الفيديو وحدد النتيجة بالظبط، يعني تكتبش مثلا 2-0 بس، مثلا 2-0 للاهلي وهكذا. بتمنى لكم ان شاء الله متابعة ممتعة. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.